كثير بيبعثوا بيسألونا في مسألة تثور في وسائل الاتصال اللي هو تتعلق بشيء اسمه شيميتا. شيميتا، قبل ما نتكلم ايش يعني شيميتا، جيد انه نلفت الانتباه انه الأمة الإسلامية الآن يعني تخطت مرحلة التخلف وصار فيها ناس كثيرين متعلمين ومثقفين وواعيين، وبالتالي ما نظلش في عقدة انه والله اذا في واحد غربي تحدث في اليوتيوب على قضية نتصور انه كل ما يأتي من الغرب، كل ما يأتي من الغرب شو هو؟ هو اي شيء يعني مقدس، قصدي من الناحية العلمية، وبيخطئش تفاصيل، مع انه عالم الاوهام وعالم الاساطير اللي بيخلطوها بالعلم في العالم الغربي شيء ضخم. يعني زمان الناس كانت متخلفة وتنظر للغربي وكأنه قدوة في عالم الفكر والعلم، هذه كانت عقدة نقص، أظن تخطوها الناس. ما عادش يعني أي كلام بيأتينا من الغربي ممكن نقبله بدون ما نفحص، ما في عندنا علماء أصلا متفوقين في مجالات شتى في العلوم وفي غيرها، يعني ما عادتش الأمة متخلفة حتى نشعر بعقدة النقص أمام الغربي. بيجي واحد غربي في اليوتيوب بيتكلم عن شيميتا هذا، وانه كيف يعني خلال الشهر هذا 9 راح يكون في انهيارات اقتصادية وينهار الدولار، وديروا بالكم واعملوا قيمة وحطوا. طبعا في بعض العرب على طول بتلقفوها وكأنه ايش المسألة؟ قرآن، وبيبدوا يحذروا الناس وديروا بالكم بشهر 9 بصيروا مؤامرات اليهود، وهدول الشميتة عقيدة يهودية، وديروا بالكم وانهيار الدولار قادم، وبصيروا يكرروا من وكأنه بقول لك في واحد غربي قال، غربي خصوصا إذا كان في إخراج وطريقة في الإخراج والتفاصيل هاي. لا ومش عارفين إنه الغرب عالم الخزعبلات والشعوذة في الغرب، زي ما هو عنده العلم، زي ما هو عنده العلم علم عنده الشعوذة بالدرجة الأولى. إذا في شعوذة في الدنيا عند الغربيين، وعندنا إحصائيات كثيرة. بكفي مثلا ألفت انتباهكم لإحصائية قديمة شوي، 1985 إحصائية في ألمانيا، 54% من الشعب الألماني بيؤمن بالتنجيم، تنجيم، ويحب 54. ما جيناش لقضية غير التنجيم، 54% من الشعب الألماني اللي هو يعني ايش يعد فهون 1985 كانت الإحصائية، 54% من الشعب الألماني يؤمن بالتنجيم. تنجيم عندنا بدريش قديش هون فهون، وفي عندهم كثير خزعبلات بيخلطوها بالعلم، زي ما صاروا اليوم المشعوذين عندنا يستغلوا العلم برضو بيخلطوها، فبتطلع الأساطير في صورة علمية. منها موضوع هذا الشيميتا اللي قال عمل ضجة في وسائل الاتصال وأقلقونا الناس من كثر ما بيسألونا، ببعثوا بيسألوا شو رأيك في شيميتا. هو الشيميتا هذا له علاقة بما يسمى بالسنة، سنة السبوت أو السنة السابعة، وأنا سبق فصلت في موضوع السنة السابعة عند اليهود. هم يقولون أنه موسى عليه السلام لما قال لهم، ما هو موسى منع عليه السلام من الدخول للأرض المقدسة، منع عندهم في اليهودية بيقولوا منع، وعندنا أيضا وارد أنه منع، لكن في اليهودية عندهم لماذا منع موسى عليه السلام غير عن لماذا منع عندنا، يعني إنما إنه في منع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة إنه موسى عليه السلام عندما حضرته الوفاة طلب من الله سبحانه وتعالى أن يقربه من الأرض المباركة أو المقدسة، قال رمية بحجر، فقربوا ومات على مشارفها، ما دخلش موسى عليه السلام. وهذه بدها تفكير تمام، ليش موسى بالذات وهارون ما يدخلوش يعني تمام. وعندهم مكتوب انه
ولكن عندهم عقوبة ربانية لموسى لأنه واحد اثنين ثلاث غلط في قضية. طبعا عندهم هم ما دخلش، لكن قال لهم راح تدخلوا أنتوا. المقصود الآن شريعة السنة السابعة هاي متعلقة فقط في فلسطين ومتعلقة فقط باليهود، فقط بفلسطين وفقط في اليهود، مش شريعة اليوم السابع، شريعة السنة السابعة. انه بتدخلوا انتوا البلاد في السنة بتزرعوا 6 سنين وفي السنة السابعة بتريحوا الارض، ممنوع الزراعة، ممنوع تزرعوها. طب والنبات اللي بينبت نتيجة انه ما زرعناش بس نبت في لها تفاصيل، طب والنبات اللي بينبت هذا شو نأكل منه ما نأكلش، نطعم دوابنا لا الى في لها. طيب كل 7 سنين لازم يتوقفوا. هذه السنة هذه اللي انتهت في 14 الشهر هذا، و14 الشهر هذا كان بداية السنة العبرية، بداية السنة العبرية الجديدة 5776، 5776 كانت السنة العبرية الجديدة في 14/9 يوم الاثنين بدايتها. معناته اللي انتهت كانت السابعة، فكرة اللي انتهت كانت السابعة، انتهت في 13 يعني اخر يوم فيها 13 السنة السابعة. وهو ما كانوش يزرعوا المتدينين اللي بيعرفوا منكم في هالمسائل هاي، ما لاحظتوش السنة انه كانوا بيشتروا من عندنا الخضروات وهالمسائل هاي كلها. لذلك هي على فكرة الخضرة اظن راح ترخص السنة يعني لانه هم لما بصيروا يشتروا منا شو بصير تغلى، وبزرعوش هم بشهر 9 غليات، هذه مشان العزف الاخير هذا. طيب هون كانت السنة السابعة اذا 5775، 5775 وهي على فكرة بتقسم على سبعة حتى كمان في التاريخ العبري، يعني 7 ضرب 825، 5775 هذه السنة السابعة اللي إلها أحكام. وإحنا سبق تحدثنا في بعض الدروس كيف بيحتالوا على السنة السابعة، هم كيف بيحتالوا حتى المتدينين فيهم كيف بيتم الاحتيال على السنة السابعة، وضربنا أمثلة على الاحتيال. والقرآن أصلا ذكر قضية احتيالهم على شريعة السبت قديما حتى مش بس جديد. وسبعة في سبعة هذا موسى عليه السلام إذن شرع لهم 7 × 7 = 49. في السنة 50 بتكون سنة اليوبيل، سموها سنة يوبيل، يوبيل اللي هو. فهذه السنة لها أحكام، من ضمن أحكامها إذا يهودي إله على يهودي دين خلاص بروح الدين، خلاص ملغي الدين كله مثلا، على غير اليهودي لا ماشي، اليهودي بالذات خلاص المديون بيصير إيش بتصفر حسابه. تمام انتم طبعا مش معنيين احنا بالسنة السابعة الان والسنة اليوبيل، هذول اللي إلهن هذه الاحكام، سنة اليوبيل اللي هي سنة 50. فزعموا انه اليهود كل 7 سنين لهم خطة عالمية في عالم الاقتصاد وضرب الناس الامم ونهب مواردها، وهذا كلام غير صحيح. وصاروا يختاروا السنة الفلانية ثم السنة الفلانية ثم لاحظوا هيك لاحظوا الحدث الفلاني، طبعا صاروا يتنقوا احداث وفي احداث كثيرة مهمة نسيوها. تمام وبعدين حتى عدد السنين بدوا يعطوا فيه نوع من مرات بتلاقيه 7 مرات 6 مشان يضبطوا الامور، انه في بضحكوا على هالناس وبصير ننشرها. لذلك انا سألوني بعض الناس في هذه القضية من 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 وقت، فقلت لهم هذا كلام، يعني هم اليهود اصلا شريعة السنة الشميتة هذه واللي هو السبوت وسنة اليوبيل واليوبيل هذا اشي له علاقة بفلسطين فقط واليهود وتشريعات اليهود الى اخره. اما قضية التلاعب بالاقتصاد العالمي وضرب الدولار ومش دولار وكلام، وهذا هذا كلام، هو الدولار في النهاية ماشي وراح يمشي الدولار، لكن في يعني شو يمشي ماشي يعني ينهار، بس في دول كثير لحد الان معنية، دول معنية بالدولار لمصالحها هي، اما عبين ما يقدروا يدبروا مصالحهم ممكن يسمحوا للدولار بالانهيار. مش امريكا اللي بتحدد الان الدولار، لا في دول معنية لانه عندها ارصدة واستثمارات بالدولار
معنية بالدولار كثير من هذا اللي بيخلي الدولار واقف، مش قوة أمريكا اليوم. أمريكا انكشفت والدولار في طريقه للانهيار، بس مش بهالسرعة. وبشهر سبتمبر هذا شهر 9. طيب